صباح الخير مشاهدينا، فقرة جديدة من أوروسكوب بخبيتنا معا النصايح الجديدة والمعلومات مع أبراجنا لطلعش وعالم الفلك. حب أذكركم بالبداية أنكم فيكم تتواصلوا معي عبر الإيميل horoscopelian@hotmail.com إذا حابين تسألوني أي شيء بخص عالم الفلك أو برجكم. وبداية فقرتنا لليوم مثل كل يوم مع برج الحمل. مهنيا المواضيع يلي كانت تاخد كتير من وقتك وكنت تعتبرها من الأساسيات بالماضي صارت بالوقت الحالي من الكماليات، وعم تحط كل تركيزك على شغلك وصار همك تطويره. أما عاطفيا بتخف المشاكل مع الحبيب وبترجع بتحس العلاقة صارت كأنه بلشته من أول وجديد، مليانة بالحب والرومانسية. ننتقل لبرج الثور. مهنيا حاول تطور حالك من خلال لقاءات او ندوات الى علاقه مباشره بشغلك، بالمقابل المسؤولين عنك عم بيقدروا مجهودك. عاطفيا ما تكون هجومي مع الشريك بطريقه تعاطيك معه والا حتعرض علاقتكم لخطر الانفصال. ننتقل لبرج الجوزاء. مهنيا رح تتلقى فرصه مش متوقعه او يتقدم لك عرض شغل جديد بخليك تفكر جديا بترك شغلك الحالي رغم انك مرتاح فيه. اما عاطفيا الصبر هو الحل الوحيد يلي بين ايديك حاليا والا حتخسر كل شيء صار لك فتره عم تبنيه وتشتغل عليه. عاطفيا جرب قد ما فيك تفهم الشريك فهو كمان بحاجه لك ولوجودك بحياته. منكفي مع برج السرطان. مهنيا بنصحك انه تسيطر على انفعالاتك واعصابك وما تخلي المشاكل بين الزملاء تاثر على مهنتك، بالعكس خليك انسان موضوعي وبعد عن المشاكل قد ما فيك. اما عاطفيا حاول انه تسيطر على تصرفاتك مع الاصحاب وخاصه يلي ممكن تستفز وتزعج الشريك. مننتقل للأسد. مهنيا بتبلش اليوم بنشاط وحيوية وبتنبسط بضغط الشغل يلي عم يسيطر على الجو العام، فأنت بتحب عجقة الشغل. أما عاطفيا بخف الوهج بعلاقتك مع الشريك ولهالسبب بتقوم بمجهود إضافي لكسر الروتين يلي بلشت تحس فيه بعلاقتكم. نوصل لبرج العذراء. مهنيا عم تتعرض لضغط كتير كبير هيدي الفترة بمكان عملك، لكن ما تغض النظر عن باقي الأمور وما تفتح المجال لحدا أنه يخدعك ويحتل عليك. أما عاطفيا لازم تقنع الشريك بوجهة نظرك وخاصة بيلي بخص بعلاقتكم ببعض الأصدقاء والمحيطين فيكم، فهذا الموضوع عم بسبب لكم مشاكل. ننتقل لبرج الميزان. مهنيا ممكن تتعرض اليوم لمشاكل واستفزازات كبيره، فانتبه قبل ما تاخذ اي قرارات مهمه تما تندم عليها بالمستقبل. اما عاطفيا اذا عم تحس انه مطالب الشريك عم تتخطى قدرتك الافضل انه تصارحه، فالصراحه هي سر العلاقه الناجحه. ننتقل للعقرب. مهنيا ما تتسرع بالحكم على زملاء اذا ما كنت متاكد تما تحط حالك بموقف يمكن يسبب لك مشاكل وتكون بموقف محرج ونقطه ضعف كثير صغيره بمكان عملك، وهيدا الشيء رح يسبب بالمستقبل انه زملائك يبعدوا عنك. اما عاطفيا بتحاول انه تراضي الحبيب بعد ما زعلته فبتامنه على اسرارك تتاكد له انك بتوثق فيه. برج القوس. مهنيا حتكون مضغوط كتير هيدي الفترة لأنه ترك أحد الزملاء الشغل، فانتبه من الأغلاط والتهور والتسرع، الضغط رح يكون كبير بس هيدي فرصة لتثبت للمسؤولين عنك إنك إنسان مسؤول وفيك تتحمل كتير ضغط بمكان عملك. أما عاطفيا يوم مهم للعلاقات الاجتماعية فيمكن تعيش قصة حب غريبة مع شخص ما بتتوقعه، كما ممكن تلتقي بأشخاص بيصيروا بالمستقبل من أعز الأصدقاء. أما مواليد برج الجدي، مهنيا حماسك وطاقتك يمكن يدوبلوا اليوم بسبب تغيرات إيجابية بحياتك المهنية، وبالتالي حتستغرب من بعض ردات الفعل السلبية لبعض الزملاء، بس هيدا كله بيكون بسبب الغيرة. أما عاطفيا خوض واعطي مع الشريك وجرب افهام وجهة نظره، فيمكن هيدي المرة يكون هو معه الحق وأنت الغلطان. الدلو. مهنيا بتحقق تقدم ملموس اليوم بمجال العمل وبيساعدك انه تتقدم وتوصل لمركز جديد، لكن انتبه من يلي بيغاروا منك لانه المحيطين فيك وراح يجربوا يرجعوك لورا. اما عاطفيا انطلاقه جديده بتساعدك على تحقيق استقرار عاطفي وتحديدا بعد الروتين يلي كانت عم تمرق فيه العلاقه من فتره.
آخر برج لأبراجنا اليوم هو برج الحوت. مهنياً الحظ اليوم مرافقك وبيفتح لك أبواب وبيقدم لك فرص جديدة، فكون حاضر لمفاجآت كتير حلوة وكبيرة. أما عاطفياً ببرهن لك الحبيب عن صدق مشاعره وتعلقه فيك من خلال عدة مواقف، فحافظ عليه طالما مرتاح ومبسوط بعلاقتك معه. مولود برج اليوم، بدي عيدك واتمنى لك نهار كتير حلو. أما من صفاتك، أنت إنسان حلو الشغل معه، فهو دقيق كتير وبحب النظام، بيكره الفوضى بشكل عام، رومانسي وبحب يتلقى الهدايا أو يقدمها بلا مناسبة، شجاع بحب المغامرات وبيكره الروتين بشكل عام. أصدقائي، هذه كانت كل معلوماتنا لليوم. أنا بلاقيكم بكرة بفكرة جديدة ومعلومات جديدة.